الأسطورة الفالسو، كلنا وإحنا صغيرين طبعا كنا عارفين إن السبانخ فيها كمية حديد كبيرة جدا، وإن الأطفال اللي مش بياكلوا سبانخ بيبقى فايتهم نسبة عالية من الحديد والمعادن، ودي طبعا الأكذوبة أو الشائعات اللي وقعنا فيها كلنا، لدرجة إن هم عملوا كرتون باباي خصيصا عشان يشجع الأطفال إن هم ياكلوا السبانخ، وده عن طريق إن باباي كان بياكل السبانخ ويتحول لمصارع قوي جدا. ودي يعني الخدعة اللي كلنا وقعنا فيها. اللي حصل كالآتي: سنة 1870 العالم الألماني إيرك فون حاول يعمل مقارنة بين الحديد الموجود في الخضروات طبعا، وغلط غلطة بسيطة جدا، يعني ودت السبانخ في حتة تانية خالص، نطرتها كده زي ما بيقولوا، وغلط في العلامة العشرية. لما كان بيعمل المقارنات أو التحاليل بتاعته اكتشف إن نسبة الحديد اللي موجودة في السبانخ 3.5 ملي جرام لكل 100 جرام من السبانخ. لما جاي يدونها في المدونة بتاعته أو الملحوظات بتاعته كتبها 35 ملي جرام لكل 100 جرام من السبانخ، يعني كتبها 10 أضعاف النسبة تقريبا. ودي طبعا كلنا وقعنا فيها، أو الغلطة اللي هو وقع فيها، وإحنا كمان صدقنا الموضوع ده. اكتشفوا بقى الغلطة دي إمتى؟ اكتشفوا الغلطة دي سنة 1937، وده لما العلماء قرروا يعيدوا تجارب إيرك تاني واكتشفوا الغلطة أو غلطة العلامة العشرية دي. بس خلاص كان فات الأوان، وكانت انتشرت الأسطورة طبعا، وإن السبانخ فيها نسبة حديد عالية جدا، وعملوا أفلام كرتون بتعتمد برضو على إن السبانخ فيها نسبة حديد عالية جدا. سنة 1981 المجلة الطبية البريطانية نشرت مقالات كتير جدا عن الغلطة دي، وناقشت موضوع العلامة العشرية وإن السبانخ ما بتحتويش على يعني نسبة كبيرة قوي دي من الحديد. الدكتورة ليندا جات خبيرة التغذية وضحت إن السبانخ ما بتحتويش على كمية كبيرة جدا من الحديد زي ما الناس متوقعة، وإن إحنا عشان نستفيد من كمية الحديد اللي موجودة في السبانخ دي فلازم ناكلها خضرة، يعني السبانخ اللي بتبقى مطبوخة يعني نسبة الحديد اللي بتبقى فيها دي خلاص بتضيع خالص، يعني لا فيها بقى لا حديد 3.5 ولا 35 ولا اي حاجة خالص. فاحنا عشان نستفيد من السبانخ لازم ناكلها خضرة. مش بس كده، ده احنا كمان لازم نضيف عليها فيتامين سي اللي موجود في الليمون او عصير الليمون علشان يساعد الجسم يمتصه بسرعة، لان الجسم بيمتص الحديد من النباتات اقل بكتير ما بيمتصها من اللحوم، يعني بيمتص الحديد الموجود في اللحوم بنسبة عالية جدا. هقول لكم طبعا طريقة السبانخ كده في السريع اللي احنا كنا متعودين عليها، هي سواء هي فيها حديد او مفيهاش حديد فهي طعمها حلو. فانا هقول لكم الطريقه اللي انا بحبها والطريقه اللي انا بعملها، انا هفضل اكلها على طول حتى لو مفيهاش حديد لان طعمها بيعجبني جدا. اول حاجه هجيب الثوم بتاعي والبصل وهشوحهم في زبده. هكون طبعا عامله ايه، هكون سلقه اللحمه بتاعتي، او لو انا عندي فراخ او اي حاجه هكون سلقه الفراخ او اللحمه بتوعي وشايلهم على جنب كده بالمرقه بتاعتهم. خلاص شوحت البصله بتاعتي وشوحت الثوم، هنزل دلوقتي بالصلصة او الطماطم الفريش اللي موجودة عندي، وبعدين هنزل بالفريك. هكون طبعا مقطعة سبانخ يعني قطع صغيرة كده، وبعدين لما الفريك ابدأ احس ان هو قرب يستوي هقوم ضيف عليه السبانخ وشوية، وهنزل باللحمة المسلوقة بتاعتي. كل ما السبانخ تبدأ تتقل معايا هزود مرقة، كل ما تبدأ تتقل معايا هزود مرقة لحد ما يوصل للقوام اللي انا بحب. في ناس بتحبها سميكة شوية او غليظة شوية عشان ياكلوها بعيش، وفي ناس بتحبها رهيفة شوية عشان ياكلوها بالمعلقة او يشربوها كشوربة او بالرز، يعني اللي بيحب حاجة طبعا يعملها. دي الطريقة بتاعتي اللي انا بحب اعمل بيها السبانخ. دي كانت حكاية السبانخ النهاردة والاسطورة اللي طلعت فالس. طبعا انا عارفة ان في ناس كتير جدا هتتصدم من الكلام ده، بس دي حقيقة طبعا، وتقارير طبية وعلماء هم اللي قالوا الكلام ده، انا مش جايباه من عندي خالص. يا رب تكون الحكاية عجبتكم والاكلة تكون عجبتكم. اشوفكم ان شاء الله في حكايات جديدة ومعلومات جديدة وقناة اكلتك. طبعا ما تنسوش تعملنا سبسكرايب وتفعلوا الجرس وشير كتير يا جماعة. اشوفكم ان شاء الله على خير، باي باي.